ما معنى اسم عمران؟ عمران اسم علم مذكر ذو أصول عربية، وهو من أسماء الأولاد القديمة، ويصنف ضمن أسماء التراث، والتي عرفت منذ أزمان بعيدة، ويعني البنيان وتعمير المكان وتحسين حالته وتطويره إلى الأحسن والأجمل. ويطلق على العمران النمو والتكاثر في البشر والزرع، ويقال تواصل العمران السكاني أو العمران البشري، وهو من الأسماء التي يحبها الكثير من الآباء ومنتشر بكثرة في الدول العربية. اسم عمران من الأسماء القديمة والتي تسمى به الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الصحابي الجليل عمران حسين، الذي رفض أن يشترك في الفتنة التي حدثت بعد استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيضا ورد اسم عمران في آيات القرآن، حيث قال رب العزة عز وجل في كتابه العزيز: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. صدق الله العظيم. لذلك هو من الأسماء التي يبيحها الإسلام ويستحب إطلاقها على الذكر المسلم. من يسمى عمران يتميز بشخصية قوية، شديد الإيمان والتدين، يمتلك قلبا طيبا وفيه الكثير من الصفات الطيبة. ومن هذه الصفات أنه يتميز بكونه شخص قوي الشخصية، يتحمل المسؤولية ويعتمد عليه، يتميز بالقلب الطيب وهدوء الطباع ورقة المشاعر رغم قوته. من الأشخاص الذين يسعون إلى فعل الخير ويشارك في الأعمال الخيرية، شخص ودود ويحب الناس ويتعاطف ويحنو على الجميع، نشيط يحب العمل فهو لا يعرف الكسل، شخص ذكي وطني غيور عليه ويفديه بروحه، ولا يخشى في الحق لومة لائم. يوجد الكثير من أسماء درع عمران، ومنها عمورة، عموري، راني، رينو، ميرو.